الاخبار. عسلامه ومرحبا بكم اعزائي المتابعين. كما شفنا الحكايه نتاع نور شيبه في خصوص قضيه المخدره انها طالت ايامات كثيره وتم تبرئته من قبل محاميه منير بن صالحه، لكن بقى الشك ذا شك كبير وأثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخلت الناس الكل تحكي عليه. قررت اليوم محكمة أريانا بفتح تحقيق في شبهة تلاعب بالعينات البولية للمتهمين في قضية المتعلقة باستهلاك مخدر الكوكايين. وفي تصريح لبرنامج جابو حمزة على راديو موزايك، وأوضحت الناطق الرسمي باسم محكمة أريانا فاطمة بوتاكي اليوم الأحد أنه خلال القضية التحقيقية المتعلقة بالترويج تم حاجز 3.22 جرام من مخدر الكوكايين لدى شخص في المرحلة الأولى، وتم حاجز 80 جرام لدى شخص آخر إثر مواصلة الأبحاث.